إذا من هذا الصرح الجديد نفتتح السنة الدراسية، ونتمنى لكم عام دراسي موفق إن شاء الله للأولياء وكذلك الطلبة. المدرسي لهذه السنة الدراسية كان متميزا، ونعتبره كأولياء ناجح، ونحن مطمئنين جدا لهذا الدخول، لأن مؤسساتنا التربوية قد تم تزويدها بالألواح الإلكترونية، وكذلك تدعيم بعض المؤسسات الجديدة مثل كمالية بالريحان. وكل الأولياء الآن فرحانين بهذا الدخول المدرسي، نتمنى التوفيق لأبنائنا التلاميذ. استقبلت المؤسسات التربوية على مستوى ربوع الولاية 128,481 تلميذ على مستوى المراحل التعليمية الثلاث، وين استقبلناهم على في كاين منشآت تربوية جديدة خاصة في المناطق الحدودية اللي دخلت حيز التنفيذ لهذه السنة الدراسية.